انه نظام الامتحانات ده هيبقى افضل. سالنا احنا طبعا كنا ناقشناه ما بين مؤيد ومحتج، نشوف الطلاب في الاسماعيليه حينما سالناهم. هو نظام حلو عشان ما بيكونش فيه غش، الناس اللي بتغش ده هيبقى وحش ليهم. التعبير هيبقى عامل ازاي؟ مش هيمنع الغش طبعا، حاسه ان هيبقى فيه التزام اكتر. لا هو ما اظنش انه هيمنع الغش بصوره نهائيه. هيتم تدريب الطلاب عليه. أثار إعلان دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بطرح نماذج امتحانات الثانوية العامة لعام 2017 بنظام بوكليت الشهر الحالي جدلاً واسعاً داخل كافة الأوساط التعليمية واستحالة تطبيق هذا النظام العام الحالي. تباينت الآراء في محافظة الإسماعيلية ما بين مؤيد ومعارض لهذا النظام، حيث يرى المعارضون من الخبراء والطلاب أنه لابد من تدريب الطلاب عليه منذ بداية المرحلة الثانوية، فضلاً عن ضرورة تخلل أسئلة الامتحان الأسئلة المقالية للتعبير عن رأيهم. ويرى المؤيدون أن هذا القرار هو حل لمنع تسريب الامتحانات والغش. هو نظام يعني لو هو يمنع الغش الجماعي أو يمنع اللي هو الغش في اللجان فيعتبر يعني نظام مقبول. يتمنع الغش طبعاً عشان يكون الأسئلة مختلفة، لكن تكتب الأسئلة مختلف فبحيث ما حدش يعرف يغش من التاني. واخدين برضو ثقافات دول تانية من دول سنغافورة واليونان، هم بيطبقوا الحاجات دي عندهم، فدي حاجة حلوة جدا ليهم يعني ولينا هنا. هو نظام حلو بس عايزين نستفسر على حاجة، مثلا التعبير هيبقى عامل ازاي؟ نظام كويس لأن هيمنع الطلاب من انهم يغشوا، مفيش حد هيتظلم، ده مش هيمنع الغش. والله هو النظام ده كويس ومطبق في الخارج من زمان، يعني كان المفروض نطبقه احنا من بدري. المفروض لما يبقى في قرارات زي كده يبقى مدروسه قبل ما يطلعوا القرار وياخدوا اراء الشعب قبل ما يعملوا كده. بين مؤيد ومعارض على هذا القرار يرى الكثير من الخبراء ان تطبيقه هو الذي سيحدد نجاحه من عدمه. هي تجربه ومش يعني نجربها ونشوف ان ردود الفعل ايه والنتيجه ايه. طلبه الاول المدرسين يتدربوا عليه، أعضاء هيئة التدريس، وبعد والطلبة لازم طبعا يحصل تدريب.